يتشرف ان يتمتع المركز الاعلى الاعلامي بالدوره في البحرين بدور اكرمي لهذه العائله، عائله الشهيد الاعلامي المجاهد السيد محمود سيد مسلم الذي كان احد مراسليها، طرفانا منا بجهود الشهيد الميدانيه في توثيق الحقائق كي لا تضيع مع الوقت، وصنع مع كاميرته بصمه له ولكل موثق لهذا الحراك المبارك. فليتقدم والد الشهيد علي جواد الشيخ مسبوقا بالصلاه على محمد وال محمد. سألوا روحكم مجال جماعة.